طيب شكرا. في الحقيقة الإنجازات ما وقفتش عند الكاراتيه ولا عند الإسكواش ولا عند كرة اليد، إنجازات بالجملة. وكان من أهم إنجاز 2019 وحصاد 2019 إنجاز لم يسبق، دورة الألعاب الأفريقية، ومصر بتحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب برصيد 273 ميدالية، 102 ميدالية ذهب و98 فضة 93 برونز. الأولمبيات الخاص والخاصة على قلبي، 81 ميدالية في دورة الألعاب الصيفية بأبو ظبي، 32 ميدالية ذهب، 25 ميدالية فضة و24 ميدالية برونز. كرة اليد والمتربع في الإنجازات، منتخب الناشئين بيتوج به بطولة العالم، ومنتخب الشباب بيتوج به برونزية بطولة العالم، منتخب الناشئات كمان بيتوج به بطولة أفريقيا، والزمالك بيتوج بدوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي. تعالي بقى على الاسكواش، حدث ولا حرج، بننافس نفسنا في هذه البطوله يعني او البطولات يعني طول الوقت. الاسكواش بطل مصري قدام بطل مصري، بطله مصريه قدام بطله مصريه، منتخب الرجال يتوج ببطوله العالم للمره الخامسه، منتخب النشئات يتوج ببطوله العالم للفرق تحت 19 سنه، علي فرج ونور الشربيني يتوجان ببطوله العالم للفردي رجال وسيدات في نيويورك، طارق مؤمن ونور الشربيني يتوجان ببطولة العالم للفردي رجال وسيدات في الدوحة والقاهرة، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يتوجان ببطولة العالم للفردي ناشئين رجال وسيدات، علي فرج ونور الشربيني يتوجان ببطولة جي جي مورغان رجال وسيدات، كريم عبد الجواد ورنيم الوليدي يتوجان ببطولة سي اي بي، محمد الشربجي ونوران جوهر يتوجان ببطولة بريطانيا المفتوحة، وعلي فرج ورنيم الوليدي يتوجان ببطولتي دي بي دي والجونة، محمد الشربجي ونور الطيب يتوجان ببطولة الصين المفتوحة، ومحمد الشربجي ورنيم الوليلي يتوجان ببطولة سان فرانسيسكو، علي فرج ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة. الكاراتيه كمان كان ليه إنجازات بالجملة، طبعا منورانا النهاردة ضيفة هنعرف منها تفاصيل كتيرة، ولكن المنتخب بيتوج ببطولة أو بلقب بطولة العالم للناشئين والشباب برصيد 19 ميدالية. جيانا فاروق بتتوج بذهبية الدوري العالمي وذهبية البطولة الأفريقية، 7 ميداليات متنوعة في بطولات مختلفة. علي الصاوي كمان بيتوج بذهبية البطولة الأفريقية و4 ميداليات متنوعة في بطولات مختلفة. لو هنروح للسلاح، منتخب الشباب والناشئين بيتوج ببطولة أفريقيا برصيد 47 ميدالية، محمد حمزة بيتوج بفضية كاس العالم للشباب للشيش وبرونزية كاس العالم للشباب للشيش أيضا. الرماية كمان كان فيها إنجازات كتير جدا، التتويج ببطولة أفريقيا للرماية برصيد 45 ميدالية، أحمد زاهر وعزمي محلبة يتوجان بفضية وبرونزية كاس العالم للكبار. الهوكي بقى، الهوكي لما بنقول هوكي على طول بتقول الشرقية جنبها، على طول الشرقية فريق مسيطر تماما على البطولات المحلية والأفريقية، الشرقية رجال وسيدات يتوجان ببطولة الهوكي الأفريقية للأندية. وفي الكرة الطائرة كان فيه إنجازات محترمة جدا أيضا، فريق الأهلي للأنسات يتوج ببطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي والعاشر في التاريخ، فريق الأهلي للرجال يتوج ببطولة أفريقيا، ومنتخب الناشئين يحصد المركز الرابع ببطولة العالم تحت 19 عام. الألعاب الجماعية كرة السلة كمان كان ليهم إنجاز، منتخب السيدات بيتوج بلقب بطولة أفريقيا 3-3، تنس الطاولة أيضا عمر عصر ودينا مشرف بيتوجان بذهبية بطولة أفريقيا، هنا جودة بتتوج ببرونزية كاس العالم للقارات، هي أصغر مشاركة في البطولة، كنا بنتكلم عن هنا امبارح. كمان السباحة فريدة عثمان بتتوج ببرونزية بطولة العالم، ومصر بتحصد 4 ميداليات في بطولة العالم للأساتذة. في المصارعة واحنا أيضا في اللعبة دي متفردين ولينا إنجازات عظيمة جدا، محمد إبراهيم كيشو توج بذهبية بطولة العالم تحت 23 عام للمرة الثانية على التوالي، وفي التايكوندو سيف عيسى يتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى وست ميداليات متنوعة في بطولات مختلفة، والبطلة هدايا ملاك تتوج ببرونزية بطولة الجائزة الكبرى وخمس ميداليات متنوعة أيضا في بطولات مختلفة، وفي الخماسي الحديث أحمد الجندي يتوج ببطولة العالم للكبار وبرونزية المونديال. إنجازات كتيرة في الحقيقة بالجملة في كل الألعاب، وأكيد فخر لينا كمصريين النهاردة إن احنا بنستعرض مع حضراتكم الإنجازات دي.